الإخباريون من قناة المرابطون، أهلا بكم. بدأت في قصر المؤتمرات نواكشوط جلسات وطنية خاصة بالتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار الجاين الاستراتيجية وضعت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الخبراء والفاعلين. أعلن رئيس الحكومة المغربية المعين سعد الدين العثماني أنه سيبدأ في المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة بعد تنظيم لقاء مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وقد استقبل العثماني قادة بعض الأحزاب السياسية من بينها حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري. أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي السالم على توزيع جوائز النسخة السادسة من جائزة المرحوم يحيى والحمد. وتحدث الوزير خلال كلماته بالمناسبة عن القيمة العلمية التي يمثلها الراحل، كما دعا الطلاب الفائزين إلى مواصلة التميز والسير على خطى الراحل سبيلا إلى النهوض بالعلوم البحتة في موريتانيا. دعا عشرات المتظاهرين أمام وزارة الصحة للوقوف بحزم في وجه تزوير الأدوية. وطالب المتظاهرون بوقف ما سموه بيع الأدوية في الشارع، مطالبين في الوقت ذاته بفرض رقابة حقيقية على الأدوية المستوردة. نظمت ثلاث نقابات طلابية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه توحدها وتشكيلها لائتلاف نقابي يدافع عن القضايا الطلابية حسب المتحدثين باسمها. أذنت قيادة النقابات الثلاث على الإنجازات المتحققة على مستوى التعليم العالي، وذكرت بما كان عليه الوضع قبل النظام السياسي الحالي وما آل إليه واقع التعليم العالي. نظم صالون مامون الأدبي أمسية ترحيبية واحتفائية بمناسبة قدوم الشاعر الموريتاني شيخنا عمر الذي يشارك في مسابقة أمير الشعراء المنظمة في دولة الإمارات. وطالب الشعراء الحاضرون للنشاط الفعاليات الشعبية والرسمية بالوقوف جنبا إلى جنب من أجل تشجيع ممثل موريتانيا الوحيد في هذه المسابقة. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.